بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدين قناه كويت سبورت وبرنامجكم برنامج كروسفيت. وياكم حسين سعد، مدرب كروسفيت، وان شاء الله من خلال هذا البرنامج اساعدكم في زياده القوه البدنيه، في زياده لياقتكم البدنيه، اساعدكم ان شاء الله ان تزيدون عضل، تنزلون فات باذن الله، ونحسن من مستوى اللياقه القلبيه باذن الله من خلال هذا البرنامج. تمريننا اليوم عباره عن بارت A وبارت B. بارت A راح يكون عباره عن تمرينين، تمرين بنش بريس او تمرين صدر، والتمرين الثاني تمرين سكوات. راح يكون هذا الاسبوع مثل ما تكلمنا في الحلقات السابقه اسبوع ديلود. ليش احتاج اني اخذ ديلود؟ علشان اخفف الحمل من العضلات، وكذلك اخفف الحمل من الجهاز العصبي المركزي. ما يصير دائما اتمرن تمارين ثقيله ثقيله ثقيله، هذا راح يحط جسمي تحت اجهاد عضلي، اجهاد على الجهاز العصبي المركزي، فلازم يكون عندي اسابيع اخفف الحمل التدريبي، اوازن عشان ما يصير عندي اصابه وعشان ما يصير عندي اوفر تريننج. فهذا الاسبوع يعتبر ديلود، نخفف فيه تمارين ونعدل من التكنيك. التمرين الاول راح يكون تمرين البنش بريس. بعض التعليمات اللي بقولها لكم قبل ما نبدا في تمرين البنش بريس. اول شيء لما نقعد على البنش، حاول دائما ان القدم تكون ملامسه للارض، لان انت قاعد تاخذ الثبات والقوه من الارض. نشوف بعض اللاعبين لما يتمرن يكون رافع ريوله ويكون حاط ريل على ريل بالتمرين، هذه مو افضل وضعيه. الافضل ان ريلك تكون على الارض علشان تقدر تقوس جسمك وتسوي الارش الصحيح عشان تقدر تلعب البنش بريس. ثاني شيء، شلون اكون مثلا استلامي للبار؟ دائما تكون عيني تحت البار مباشره، اخذ البار بعدين اخليه تحت صدري. نشوف بعض اللاعبين يتمرن صدر هني، فهذا يحط ضغط وايد كبير على الكتف، بعدين يتعور كتفك، تقول انا ما ادري ليش، انا حاشتني اصابه بالكتف بس ما ادري شنو السبب. السبب انك انت قاعد تحط ضغط وايد كبير على الكتف، فحاول لما تاخذ البار يصير على مستوى الصدر. ثاني شيء، حاول انك تقلل من تفعيل عضله الكتف بالطريقه هذه، وتزيد التفعيل عضله الصدر وعضله البيطان. حاول ان كوعك ما يكون مفتوح، كوعك يكون نازل تحت، تنزل بشكل بطيء بعدين تدفع بشكل سريع. تمريننا اليوم راح يكون 4 عدات 65%، 4 عدات 70%، 4 عدات 75%، فخلونا نشوف التمرين. راح اكمل التمرين، اخلص جولاتي او عداتي اللي 65، بعدين ازيد الوزن الى 75 الى 70، بعدين ازيد الوزن الى 75، وبشذي اكون خلصت الجزء الاول واللي هو تمرين الصدر. الجزء الثاني هو تمرين الباك سكوات. اول شيء احاول اني اسوي التمرين تكنيك صحيح، دام الاوزان خفيفه فحاول العب تكنيك صحيح. اذا كان نزولي مثلا اروح على المشط فحاول اركز على هذه النقطه، اذا كان الوزن يسحبني قدام، اذا كان نزولي مو نزول كافي فحاول اني اعدل هذه الاشياء. اول شيء خلينا نقول لكم ملاحظات. اول شيء احاول ان البار احطه على المثلثات، هذا اول شيء. ثاني شيء احاول اني اخذ نفس واقفل الكور، اشد عضلات الكور وصدري يكون فوق. حلو، احنا نشبه بالنزول السكوات كانك قاعد تغطس، تاخذ نفس بعدين تنزل تحت بدون ما تفرغ هذا النفس، كانك قاعد تطق على سبرينج وتصعد فوق بشكل سريع، يعني راح تنزل بطيء بعدين تصعد بشكل سريع. اذا نزلت سريع ممكن النزول السريع مع الجاذبيه الارضيه راح يضغط عليك تحت اكثر، فحاول تنزل بشكل بطيء وتصعد بقوه انفجاريه، وحاول انك لا تقعد تحت لغايه ما تفتش عضلات حوضك، لا، حاول انك تنزل قافل الكور وقافل عضلات الحوض بحيث انه ما تفتش تحت، اذا فتشت راح يكون وايد صعب عليك انك ترد مره ثانيه تسكر العضلات وتصعد الى الاعلى. بعدين حاول انه الوزن ما ياخذك قدام، نشوف لاعبين ينزل مثلا كذي وهذا الوزن قاعد يسحبك قدام. طبعا في بعض لاعبين باور ليفتنج اللي يسوي اللو بار، هذا شيء مختلف عن تمريننا، فحاول هذه الخطوات تدقق عليهم، تركز عليهم في الديلود بعدين تتمرن. خلونا نشوف على البار. اول شيء حطينا البار في مستوى مناسب، مو وايد نازل فممكن اني انزل واخذه فممكن يسبب ضغط علي، ولا حتى وايد مرتفع بحيث اني اصعد على المجد. بعدين خذينا قياس بحيث انه يكون، نشوف بعض اللاعبين مثلا ممكن يشيل البار من هني فيكون مو متوازن جهه اكثر من جهه، فحاول اني اخذ مثلا قياس هني على البار سواء على الخطوط او على نكشه البار.
بعدين أحاول أني أسكر لوح الكتف، أضغطهم على بعض، الكوع يكون ما يكون وايد مرتفع، يكون نازل تحت، صدري فوق، أخذ نفس، أقفل الكور وأصعد بهذه الطريقة. شوف بعض اللاعبين اللي ينزل نص نزلة، هذه ما تعتبر تكرار، وممكن في يوم من الأيام تسبب لك ألم لما تحط وزن عالي وتضطر أنك تنزل تحت نزول كامل، جسمك أنت مو مدربة على النزول كامل، فالنزول كامل ممكن يطلعك من منطقة الراحة أو منطقة المرونة مالتك، فممكن أنك تتعور. فحاول أنك تلعب تكرارات كاملة علشان في يوم ما تتعور. بالنسبة لبارت بي راح يكون تمريننا تايم كاب 25 دقيقة، راح يكون 10 جولات. خلال هذه العشر جولات راح أسوي 15 وول بول، الكرة تقريبا حسب مستواك، إذا كنت لاعب مبتدئ ممكن تأخذ 10 LB، إذا كنت لاعب أفضل ممكن يكون 14 إلى 16 LB، إذا كنت لاعب RX فراح تكون الكرة 15 LB. بعد ذلك راح نسوي 3 muscle up، فراح تسوي 10 جولات 15 وول بول 3 muscle up، 15 وول بول 3 muscle up، لغاية ما تخلص 10 جولات. إذا ما كنت تعرف تسوي muscle up فممكن تسوي strict pull up بالطريقة هذه، بس 3. إذا ما كنت تقدر تسوي strict pull up فممكن تحط صندوق، تصعد على الصندوق، مجرد ما تدفع بريولك وتسحب إلى الأعلى فراح يكون وايد سهل عليك أن تسوي 3 عدات فقط. حاولوا تلبسون grip عشان تكون جاهز للتمرين والتمرين ما يسبب لك أذى. إذا تقدر بعد تيب الأصبع راح يكون وايد زين، لأن 3 عدات راح يكونون عبارة عن 30 لأنهم 10 جولات. فخلونا نبدأ. بعد ما خلصنا ال 15 راح نروح نسوي 3 bar muscle up. بعدين نرجع نسوي الجولة الثانية والثالثة لغاية ما نخلص 10 جولات في تايم كاب 25 دقيقة. أعزائي المشاهدين، في نهاية الحلقة خلونا ناخذ معلومة صحية على السريع. نشوف بعض اللاعبين طبعاً ما يتمرن كل يوم، مثلاً في بعض اللاعبين يتمرن 4 أيام بالأسبوع، 5 أيام بالأسبوع، 6 أيام بالأسبوع، ويوم راحة أو يومين أو 3. فيسألني البعض هل لازم أسوي سايكلينج حق الأكل أو كالوري سايكلينج أو كارب سايكلينج، بحيث أني ما أقدر، يعني أنا قاعد أتمرن مثلاً 5 أيام بالأسبوع في يومين راحة، هل يومين الراحة أكل فيها نفس الأكل اللي أكله في أيام التمرين؟ في البعض يقول أنا ما أحس إني يعني ما أحس بالجوع، أو كمية التمرين يعني قاعد أتمرن مثلاً يومياً لمدة 1.5 ساعة 2 ساعتين، هذا راح يحسسني بالجوع فيخليني أكل أكثر. أيام الراحة هل أكل نفس الشيء ولا لازم إني أقلل من سعرات الحرارية؟ طبعاً مو لازم إنك تقلل من سعراتك الحرارية ولا لازم تضغط على نفسك وتأكل الأكل غصب عليك. طبعاً نشوف إن إحنا في أيام التمرين نحس إن إحنا نحس بالجوع فنحتاج أكل أكثر، خاصة في بعض اللاعبين اللي يتمرن 2 ساعة 2.5 ساعة أثناء التمرين يحتاج إنه يأكل كربوهيدرات أكثر، لكن في أيام الراحة يحس إنه يقول أنا ما أحتاج، ما أحس إني ما أحس بالجوع عشان أكل أكثر. فحاول إنك أنت ما تضغط على نفسك. بالنسبة حق الوزن وبالنسبة حق البناء العضلي، الجسم ما يشوف السعرات الحرارية بشكل يومي، يشوفها بشكل تراكمي، يشوف الأفرج أو النسبة الأسبوعية، يعني كثر أنت تأكل سعرات حرارية خلال الأسبوع، لأن هذا الموضوع موضوع تراكمي مو كل يوم بيومه. فمو لازم أنك تسوي كالوري سايكلينج أو كارب سايكلينج، ولا لازم أنك تضغط على نفسك وإجباري تأكل أكل زيادة مثلا في أيام الراحة، ولكن أيام الكارب في أيام التمرين راح يعطيك طاقة أكثر، أوكي؟ وأيام الراحة ما لازم تضغط على نفسك،
كذلك لما تاكل كمية الأكل اللي تاكلها كل يوم راح تعطيك مجال أكثر في إعادة تعبئة مخازن الجلايكوجين. البروتين راح يساعدك في إعادة وصيانة العضلات عشان اليوم اللي بعده اللي يكون فيه تمرين. فممكن إن احنا ناكل نفس الأكل كل يوم، وممكن إن احنا نقلل الكميات إذا حسينا إنه ما فينا ناكل أكثر. إذن هذا الموضوع متعلق فيك أنت، شنو تحب، شنو قاعد تحس، ممكن إنك أنت تمشي عليه. أتمنى أكون قدمت لكم معلومات مفيدة، أتمنى التمرين عجبكم، أشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله.